السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات. سوف نتكلم في هذا الفيديو عن التطبيقات التي لا يجب أن أعمل عليها في مجال الهندسة العكسية وأبتعد عنها إطلاقا. ثم في الصنف الثاني سوف أعطيك مجموعة من الأفكار أو التطبيقات التي تستطيع أن تعمل عليها من دون حدود أي مشاكل. إذا كنت مهتم بالدرس لايك للفيديو، اشترك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة ثقافة ومنوعات، وكومنت تحفيزي. أول فكرة أريد أن أوصلها إليك في مجال الهندسة العكسية هو أنك لا تستطيع العمل على التطبيقات التي تكون عليها تحميلات كبيرة جدا بحيث أنها تكون معروفة جدا، وقد سبق وأن ذكرت هذه المعلومة في فيديو سابق أو في تعليق لا أذكر. إذا كنت أردت أن تعمل على هذا التطبيق مثلا وأنت تستطيع أن تعمل عليه، ولكن من الأحسن بما أنك لديك العديد من التطبيقات المشابهة فلما لا تغير تطبيق لا يحتوي على عدد كبير من التحميلات. فعندما مثلا تقوم بالعمل على هذا التطبيق وتغير أيقونة التطبيق إلى صورة خاصة بك، عندما تقوم برفعه إلى المتجر يتغير أوتوماتيكيا إلى هذه الصورة. فإذا تغير أوتوماتيكيا إلى هذه الصورة لا تقوم برفعه لأنك سوف تحصل على مخالفة كما حصلت عليها. لذلك أريد منك أن تستفيد ولا تقع في نفس الخطأ ولا يغلق لك حسابات، فأنا أريد أن أفيدكم ولا أضركم. النقطة الثانية وهي الابتعاد عن السوبر ديفلوبر. صراحة عن نفسي أنا لم أقم ولا مرة بالعمل على تطبيق من إنجاز سوبر ديفلوبر، فأول مرة بدأت أعمل في الهندسة العكسية كانوا معدودين على الأصابع. سوبر ديفلوبر كانوا معدودين، لا أذكر بالضبط، ولكن إذا عملت على أي فكرة لأي أحد التطبيقات فدائما كانت تطبيقاتهم فريدة، لذلك كنت أبتعد عنها وسوف تظهر مباشرة عندما يدخل إلى البلاي ستور يعرف مباشرة أنك مستعمل الهندسة العكسية ويقوم بتقديم شكوى ويتم غلق حسابك بكل بساطة. النقطة الثالثة التي أريد أن أحدثكم عنها وهي الشركات. مثلا أنت لا تستطيع أن تعمل على تطبيق للإنستغرام، فأصلا كلمة إنستغرام ليس لك الحق في استعمالها بالرغم من أنه هناك بعض الطرق تستطيع أن تستخدم فيها كلمة إنستغرام، ولكن فيما يخص الهندسة العكسية خاصة إذا كنت لا تعمل بالريسكين فأنا لا أنصحك بالعمل على تطبيقات للشركات مثل الفيسبوك، تويتر، سناب شات أو كل الشركات، تطبيق لسامسونج على سبيل المثال كما تشاهد معي هنا هكذا، فهي شركة ولا تستطيع العمل على تطبيقاتها، أنصحك بالابتعاد عنها. أنا أيضا لم أجرب هذا النوع، فربما هناك من جربه وأفلت في شهر أو شهرين ويضمن دخل لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يغلق الحساب. النوع الثالث وهو سوف تواجه فيه مشاكل كبيرة ولا تستطيع، أنا عن نفسي لم أنجح في عمل هندسة عكسية ببرنامج Advanced APK Tool لتطبيق Unity 3D مبرمج بثلاثي الأبعاد، فأعتقد أني هذا ما تذكرت حاليا، إذا كنت نسيت قد شيء آخر أعتذر، فأنا كما سبق وأخبرتكم لا أقوم بالمونتاج ولا أقوم بأي شيء، فقط مخصص ساعة لتقديم لك المساعدة ومشاركة المعلومات التي أعرفها المتواضعة. فيما يخص التطبيقات التي تستطيع أن تعمل عليها أستطيع أن أتكلم عن
مجموعة من التطبيقات. نعم سوف تقول لي هذه تطبيقات قديمة، ولكن تطبيق تافه نيتش معروف الجميع و20 دولار في اليوم، بالرغم من أنه معروف والتطبيق متكرر بقوة كبيرة في المتجر، لكن لم يعد يحقق 20 دولار من أول يوم بعد سنة أو أكثر من سنة ونصف أو سنتين. المهم هذا النوع من التطبيقات فهو بسيط جدا، تستطيع أن تعمل عليه بدون أي مشاكل، فقط لا أريد أن تعمل على هندسة عكسية لتطبيق متصدر. لتفادي حدوث أي مشاكل أبحث عن أي تطبيق فهو نفسه تقريبا نفس الكود سورس وتعمل عليه، تبحث عن أقل واحد فيه التحميلات. النوع الثاني وهي من هذه هي زيبر فلاج وما إلى ذلك، فهي بسيطة جدا ولن تجد أي مشكل. إذا لم تنجح في عمل هندسة عكسية لمثل أحد هذه التطبيقات فاعرف أن المشكل هو فيك وليس في أي شيء، فالعيب أنت لم تعرف تطبق أمر. فبسيطة جدا، في 5 أو 3 دقائق تقوم بعمل هندسة عكسية لتطبيق من هذا النوع. النقطة الثالثة وهي تطبيقات التصوير، فكما قلت ابتعد عن الشركات، ابتعد عن الشركات. النقطة الرابعة والتي تنجح بسرعة وببساطة ولا تتطلب تغيير الكثير من الصور، فقط 3 صور 4 صور 5 صور 10 على الأكثر 10 صور تغير وتنتهي من العمل. تطبيقات بسيطة جدا. لا أقول لك أن هذه هي فقط التطبيقات التي تستطيع أن تعمل عليها، أقول لك أن هذه هي الأبسط. ببساطة فإن كل التطبيقات التي تحتوي على مهام بسيطة جدا هي التي لا تواجه فيها مشاكل، فتكون بسيطة جدا، في 5 دقائق تستطيع أن تنتهي من العمل. إلى هنا يكون موضوع وحلقة اليوم قد انتهت. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم في فيديو جديد موضوع جديد، وإلى اللقاء.